لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي اون سبورت في كل مكان. سهره رياضيه جديده وبرنامجكم ملعب اون. سهره النهارده في منتهى الاهميه لانه في احداث كثيره جدا جدا على الساحه. قصه تقدم مصر لتنظيم بطوله او كاس الامم الافريقيه، الموضوع قصته وحددته. ايضا ازمه مباراه الزمالك والقطن تشادي، وايضا ازمه مباراه الاهلي وجيما الاثيوبي، وضيوف من العيار الثقيل. هيكون معانا في الفقرة الأولى دكتور عادل كريم الناقد الرياضي والمتخصص في الشأن الأفريقي والعالمي، يكون معنا في الجزء الثاني مدربنا كابتن محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب والمدير الفني الحالي لأهلي بنغازي، ثم تعود فقرة ملعب الناشئين مع كابتن سعيد لطفي. حلقة متميزة إن شاء الله بينا على العناوين. والنجم محمد صلاح على موعد جديد مع إنجاز فريد، كل التمنيات بالتوفيق بإذن الله. القطن التشادي يضع الزمالك في ورطة قبل المواجهة المرتقبة بعد غد، وما زالت الأزمة مستمرة حتى هذه اللحظة. الاهلي وقصه مباراه جيما وتشكيل اضطراري امام فريق جيما الاثيوبي الذي لم يصل حتى هذه اللحظه الى القاهره. الميركاتو الشتوي يشعل الاجواء في الدوري المصري. والنجم محمد صلاح على موعد جديد مع انجاز فريد، كل التمنيات بالتوفيق باذن الله. مهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم كان على الطائره مع السيد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، وتوجه سويا الى شرم الشيخ عشان يشوفوا حيثيات استضافه هذه البطوله. ثم السيد الوزير اشرف صبحي اجتمع واتصل ببعض قيادات الاتحاد المصري لكره القدم لمناقشه هذا الامر. عايزين نقف على الحقيقه، يعني اين الحقيقه بشكل واضح. الكاميرون تم سحب تنظيم البطوله منها، والمغرب لم تتقدم، وبالتالي مصر لانها هي قلب افريقيا، مصر هي الشريان الرئيسي في القاره الافريقيه، مصر هي ام العرب، ومصر هي ام افريقيا، ومصر هي القدوه، ومصر هي المثل، ومصر هي كل شيء الحمد لله بالنسبه للعرب وافريقيا. فكان لزاما على مصر ان تتقدم الصفوف بعد ان وقفت بجوار الكاميرون في الجوله الاولى في التصويت، ثم وقفت بجوار المغرب عندما ترددت انباء عن تنظيم المغرب لهذه البطوله، والان مصر تتصدر وتتقدم لتنظيم هذه البطوله بكل توفيق باذن الله. زي ما قلت لاحمد مجاهد او المهندس مجاهد ان فريق القطن التشادي على طول من مطار القاهره توجه لاحد فنادق مدينه نصر او مصر الجديده بعد الوصول استعدادا للمواجهه المرتقبه بين الفريقين الزمالك والقطن التشادي. الناس كانوا واضحين جدا مش هنلعب خارج القاهره، والجواب اللي جالنا كان ان احنا هنلعب في بتروسبورت واحنا مصممين. اللوائح في الاتحاد الافريقي حضراتكم بتقول ان انت قبلها ب 10 ايام. اذا الفريق المنافس وافق خلال الايام القريبه اهلا وسهلا، اذا ما وافقش خلاص. وفد العلاقات العامه بنادي الزمالك عمل لقاءات مطوله مع مسؤولي القطن التشادي بعد ما استقبلهم في مطار القاهره عشان يروحوا الى جمعه طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز، يوسف اوباما ومحمد ابراهيم، مصطفى فتحي وابراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا، واخيرا في الهجوم حميد احداد وعمر السعيد وكاسونجو، بيغيب محمود حمدي الونش وايمن حفني واحمد بدبولي واحمد ابو الفتوح ومحمود دونجا. دي قائمه الزمالك، كل التمنيات بالتوفيق باذن الله. طيب نروح من الزمالك الى النادي الاهلي. المهندس عدلي القيعي مسؤول التعاقدات في النادي الاهلي وصل الى انجولا فجر اليوم من اجل حسم صفقه التعاقد مع الانجولي جيرالدو نجم اول اغسطس. ده لعيب كويس قوي، لعيب من العيار الثقيل يعني. من المنتظر انه كابتن عادل القيعي يخلص المفاوضات مع مسؤولي اول اغسطس ويعود واللاعب في يديه كطبيعه عدلي القيعي في مثل هذه الصفقات، تمهيدا لاعلان الصفقه. الاهلي حصل بالفعل على
التوقيع ورغبة جيرالدو صاحب 27 سنة، كان عن طريق محمد فضل مدير التعاقدات، وجيلبرتو الحقيقة لاعب الأهلي السابق اللي دور كبير جدا جدا خلال الفترة الأخيرة قبل ما يوافق المسؤولين في النادي الأهلي على إتمام الصفقة. على فكرة هو مش هيلعب في بطولة إفريقيا لأنه شارك في البطولة في الأدوار التمهيدية، وفي نفس الوقت مسؤوله إنبي حددوا 30 مليون جنيه عشان يستغنوا عن حمدي فتحي، عاد مرة أخرى لدائرة المفاوضات. بس الحقيقة لو حمدي فتحي يبقى حمدي فتحي ومحمد محمود وما شاء الله الظهور المتميز بقى للعيبة النادي الأهلي ناصر ماهر وباقي اللاعبين الموجودين في وسط الملعب، أعتقد هيبقى في نوع من أنواع التضارب شوية، ده وجهة نظر يعني. لكن الأهلي عايز يدفع مبلغ ويقسط مبلغ، الله أعلم إيه اللي هيحصل في الفترة القادمة. بالمناسبة محمد يوسف أعلن قائمة اضطرارية لمباراة جيما الأثيوبي، أقف بس لحظة على قصة مباراة جيما الأثيوبي وهذا التشكيل الاضطراري. المفروض كان فريق جيما يصل يعني من شوية، ما وصلش، ما دفعوش، ما طلعوش للطيارة، يعني في مشكلة بالنسبة لهم. إيه اللي حصل؟ الله أعلم. هل هيصلوا فجر اليوم زي ما قيل؟ هل هيصلوا متأخر؟ معانا حد؟ طيب فبالتالي عندنا لسه قصة بالنسبة لجيما الأثيوبي لسه لم تظهر حتى هذه اللحظة. كان طلعت إشاعات إن هم مش جايين، كابتن سيد عبد الحفيظ طلع بتصريح قال لا يا جماعة توصلنا ليهم، وقالوا ميعاد الوصول، ميعاد الوصول اللي قالوا عليه ما وصلوش فيه، لكن بيقولوا أن تم التأجيل. عموما في قصة في حدوتة، المباراة يعني المباراة بكرة يعني جمعة، لم يصلوا حتى الآن، المباراة غدا. هحاول كده اعرف اللوائح بتقول ايه، ممكن تديهم اربعة، ممكن تديها 24 ساعة. حتى اللحظة اللي بكلمكم ما غادروش اثيوبيا وانا بكلمكم لحد دلوقتي. هنفترض بقى ان هم طلعوا الرحلة من اثيوبيا للقاهرة 4 ساعات، يوصلوا على ما يريحوا 4-5 ساعات، هيريحوا هينزلوا، يعني لو وصلوا هيلعبوا، لو ما وصلوش لو في ظروف اضطرارية يعني لو في ظروف قهرية اعتقد بيتم تأجيل المباراة من 24 ل 48 ساعة، انا بعتقد، انا مش متأكد عشان اكون امين في كلامي، يا ريت تكلمونا الكابتن احمد الشناوي تعرفوا منه التفاصيل ايه عشان اقول المعلومة بنسبة 100% صح يعني. لكن حتى هذه اللحظة والمباراة غدا تجمع ما بين الاهلي وجيما الاثيوبي الساعة 6 مساء، الفريق ما تحركش، لو تحرك على الساعة 12 يوصل مصر على الساعة 5، على ما يطلع من المطار ويروح الفندق. انا شخصيا شايف انها صعبة، وجهة نظر انا انها صعبة، لكن ايه اللي هيحصل خلال الساعات القليلة المقبلة ده اللي هنتابعه وهنشوفه ونقدر نقول لحضراتكم خلال الحلقة اللي بيحصل. قائمة الاهلي الاضطرارية 16 لعيب فقط لا غير، شريف اكرامي وعلي لطفي وشريف كوليبالي، ايمن اشرف ومحمد هاني وكريم ندفد وحسام عاشور، هشام محمد وعمرو السلية، اسلام محارب واحمد حمودي ومحمد شريف وميدو جابر، ناصر ماهر، وليد سليمان. غيابات الاهلي بقى: شناوي، سعد سمير، احمد فتحي، علي معلول، محمد نجيب، صلاح محسن، كل دول اصابات، ووليد ازارو للايقاف. نتمنى ان شاء الله كل التمنيات بالتوفيق للنادي الاهلي وايضا نادي الزمالك في هذه البطوله. تعالوا شوف الهدف ده وبعد كده نتعرف على الانديه اللي هتواجه الاهلي والاسماعيلي والزمالك والمصري في البطوله الافريقيه، نشوف كده اخبارهم ايه او نشوفهم بعدين، يعني خلينا نتكلم عليهم بعدين لان ده مهم قوي يعني. لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه عامر حسين حطت جدول 13 مباراه مؤجله، بينهم مباراه بكاس مصر بالاضافه لموعد الجولتين 19 و20. عايز اقول لكم بصراحه يعني انا لو مكان عامر حسين يعني مش عارف، انا مش عارف الراجل ده عامل جدول الدوري ازاي، ومش عارف الراجل ده بيمشيها ازاي وبينام ازاي وبيعرف يظبطها ازاي يعني. 9 مباريات مؤجله في الفتره من 30 ديسمبر الى 9 يناير، الاسماعيلي والزمالك 1 يناير، بيراميدز والنادي الاهلي 4 يناير، والزمالك 24 يناير. ماتش الاهلي والزمالك لسه ماتش محتار شويه، ربنا يسهل كده وان شاء الله نلاقي له او يلاقوا له مكان عشان الدنيا تمشي بشكل كويس، ومش يعني مش هصدعكم بتوقيتات المباريات لانها كتيرة جدا، يمكن من خلال الحلقة نقولها لحضراتكم.
الميركاتو الشتوي مشتعل، يعني الكل مش يعني بينتظر. الانتاج الحربي عايز عمرو جمال، الاهلي بيفكر انه يسجل عمرو جمال في قائمته. الانتاج الحربي قفل الباب امام باسم مرسي، والزمالك بيشترط دم ياسر ابراهيم مقابل التنازل عن باسم مرسي ودونجا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.